هذا وكشيء عن صلاة المسافر حيثما توجهت بالراحلة ورد أن هذا في النافلة. هناك مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، وردت روايتان، كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، ورواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به من غير تقييد بالسفر. ولذا حصل بعض الاختلاف في صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، فمن العلماء من قال إن المقيد بالسفر يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته جاء في السفر وعليه يحمل المطلق، إلا أن بعض العلماء لم يرتضي هذا، كأبي سعيد الاصطخري من الشافعية هو مشهور بهذه المسألة أنه كان يرى جواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر حيثما توجهت به الراحلة لوجود الخبر بذلك عن رسول الله من غير تقييد بالسفر، كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. فأبو سعيد الاصطخري من الشافعية يقول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر بلدة القاهرة مثلا مترامية الأطراف، فيجوز عند أبي سعيد الاصطخري أن تصلي النافلة على الراحلة داخلها لحديث العام، ولم يحمل العام هنا على الخاص. وفريق من الشافعية قالوا بمجرد خروجك من البلدة لك أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك وإن لم تكن مسافة سفر، بس تخرج من بلدتك. والآخرون حملوا ذلك على السفر، والله أعلم. الروايات تساعد كل فريق لأنها جميعها روايات صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.